أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين قصيرا إن هذا القرآن يهدي ويبشر المؤمنين يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن
كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين يهدي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا وإن سأتم فلها بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا
ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار
لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا فصلناه تفصيلا وكل شيء ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء ومن أراد الآخرة وسعى لها Oh,
كلا نمد وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر وللآخرة أكبر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إنا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما
فاخفض لهما جناح الذل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقضى ربك عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله يهديك الله يقويك. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء خلقناه ولقد أهلكنا أشياعكم ف
فهل من مدكر فهل من مدكر وكل شيء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان صدق الله.